هذوما ناس يحترموا ويقدروا ويعترفوا بجميل كل من قدم مردود في اي فريق في فريق من الفرق في اوروبا. يحترموا الناس ويحترموا اللاعبين نتاعهم، وخاصه الملاعبيه اللي اعطاو وخلاو بصمه في الفريق. كما قالوا له خيان عيد ميلاد اي مناسبه فالنادي نتاعك يهنيك حتى ولو بعد سنين. وهنا نربط مع وقعنا المرير التعيس في تونس، تلعب تعجبني في التعيس اي مرير وتعيس تلعب حياتك كله هذا التعيس عملت برشا مشاكل وتمشي مرور الكرام تتنسى صحيح. لا اعتراف بجميل ولا رساله ولا جواب ولا اي شيء. وهنا الفرق بيننا وبينهم، بين عالمهم وحضارتهم وتفكيرهم وعقليتهم، وبين مالوروزمون احنا كيفاش نخمو كيفاش نفكروا. اشواط بعيده، اشواط معناها ضوئيه والله ضوئيه. دونك ولا اللي يلعب برا يعتبر محظوظ، اللي يلعب في اوروبا ولعب يعتبر محظوظ لانه عاش ولعب في كره حقيقيه بمونتاليتي حقيقيه. ان شاء الله نتمناو، على كل حال نتمناو نهار من نهارات حتى اولادنا يسالش فهمتني، يا نوصلوا للمستوى هذا على مستوى التفكير لا اكثر ولا اقل.